مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال. احنا بحذنا سيدة الاتيكيت مدام فاخيتا حشيشة. صباح الخير مدام. صباح الخير. شو احوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هي ثقة متبادلة إذا عاودت عايدت. دونك مدام اليوم باش نحكيو كيفاش نجموا نحترموا المكان اللي نخدموا فيه مهما كان المكان، حتى كان في الشارع نخدموا. أما قبل كما تعرف مستنسين نرجع واحدة لشيف. مرحبا بك فاطمة، أنا قاعد نحضر في الصوص نتاع الطاجين اللي قلنا اليوم باش نعملوه بالقرع والبتنجالة المقليين. حضرت أنا مكعبات نتاع قرع وبتنجالة قليتهم، توا قاعد نحضر في الصوص اللي هي بالدجاج. كما تنجموا تعملوا الطاجين هذايا بالدجاج كما تنجموا تعملوه بالتن. في عود تقعد طيب صوص، تاخذ تن تخلطه مع العظم والجبونات واحدة، باش نعطيكم تفاصيل الطبق هذايا، لكن قبل خلينا نشوفوا شيف فتحية وين وصلت. ألوغ أنا هنا عندي العجينة نتاعي، تشوفوا فيها كيفاش خمرت نتاع الكعك. نجي نعمل فتلة ونقصها كعب كعب هكايا. ديما نقول لكم نحاولوا نخدموا حاجات ما غير ماتريال، ما يلزمش معون باش نزينوا. ناخذ كل مرة كعبة ونفتلها هكايا، نعملها فتلة مش خشينة ياسر، من ديامتر نتاعها تقريب سنتي كما تشوفوا هكايا. ومن بعد ناخذ سكينة ونقص، معناها نشرفها، نعملها حرف كأني نعملها قصة. فوالا نعملها نقصها كل سنتي ونقص، ونهز الكعكة نتاعي ندورها ونحطها في الطبق. نعاود لكم جوست كعبة أخرى. ناخذ الكعبة نتاعي هكايا، نفتلها فوق الرخامة ولا فوق الطاولة، وناخذ سكينة كل سنتي نقص أقل من الشطر، معناها نفرمها أقل من الشطر، نعملها فرميت فرميت. ومن بعد نهزها هكا بين صوابعي ندورها ونحطها في الطبق، من بعدها على بعضها سنتي، خاطر يلزم وقت يطيب تخمر، تزيد تخمر شوية مادام أنا كملت الطبق، تلقى بقعة وين باش تطيب. هذايا نرميوها في كوشة 180، انتوما والسخانة نتاع الكوشة اللي عندكم 180 200 تحمل السخانة برشا. الكعك هذايا تخليه حتى لين يطيب، هو كعك ساك، معناها من لي بيسكوي ساك، من الحاجات الشايحة اللي تصبر وما فيهاش برشا مصاريف، ما فيهاش عظم، ما فيهاش زبدة، تنجح فطور غوتي الصغار في عشوية، لا عظم لا زبدة لا حاجات هذوك كل ما فماش، شوية زيت فرينة سكر ملح، ومعناها حبة حلاوة جلجلان، هذاك الاختيار لكم انتم، حبة حلاوة تحطوا لا، جلجلان تحطوا لا، هذاك الاختيار لكم انتم. مشكورة شيف، واحنا مع زيت نجمة اخترنا لكم أعز زيت باش تعملوا به الحلو. نعرف برشا يخافوا يقول لك ثم ريرجو في الزيت، ما هكا علاش ما نستعملوش في الحلو. بالنسبة لزيت نجمة هو زيت ممتاز، ما فيش ريرجو، يمشي بالكدا بالكدا في الحلو ويخرج الحاجات اللي في وسطه كيما الفاكهة وغيره، كيما عملت اليوم شيف فتحية الشواشي. سادة المشاهدين، أنا هنا الصوص نتاع الطاجين نتاعي حضرت، نجم تخدموها باللحم، تنجم تخدموها بالدجاج، كيما تنجموا تخدموها بالتون كيف ما قلت لكم. التون من غير ما تطيب صوص، تحضر جوست ليزانغريديون نتاعك وتفقس معاهم العظم وكل شيء، تخلط معاهم التون البدر والا التون الموجه انتم اختاروا. انا اليوم عملت صوص بالدجاج. الدجاج نتاعنا قصيته مكعبات، حطيته مع رويس بصلك، ذبلته مع بعضهم في زيت نجمه اللي هو الديو هذايا اللي فيه فيتامين او، ديما نقول لكم راهو صحي. تقلى الدجاج نتاعي، فوحته بشويه كركم، شويه ملح، فلفل اكحل، وعملت معاه شويه تابل باش نحك الزفوريه نتاع الدجاج. بعد ما طاب وقف على زيته كيف ما تشوفوا هكا، ديما يبقى فيه شويه تخطوخه احنا نقولوا صوص. هنا باش نزيد عليهم المعدنوس مع الفاخس هذايا باش يبردوا، حتى يبرد له السخانه نتاعو هكا. نعرفوا راه المعدنوس راهو فيه قيمة غذائية عالية، الخضر هذه كلها اللي تنجم معناها تعطيكم المعادن في بدنكم، خاصة في فصل الشتاء تستحقوا البرشا مناعة، الجريب والكورونا وغيره. دونك ديما ماذا بكم تاكلوهم في أطباقكم، سواء طيبين وإلا نيين، وما أعزش أنكم تاكلوهم نيين كي يتغسلوا بالكدا بالكدا. دونك هكا تخلط هذا الكل مع بعضه. توا باش نزيد على العظم، هنا حضرت أنا ثلاثة حيار عظم، باش نحط عليهم القرع قصيته مكعبات كبار وقليته. دونك هكا باش يتحط هو الاول، باش نحط معاه البتنجاله كيف كيف نفس القياس نتاع المكعبات قصيت البتنجاله نتاعي، وباش نحط معاهم هذوما الكل التخيو نتاع الفخوماج البنين من عند مرياح، كيما تنجموا تستعملوا هو، كيما تنجموا تستعملوا قوته زاده تجي بنينه برشا، تنجموا تستعملوا الفخوماج فومي يعطي بنه في الطواجن
بالكدا بالكدا الكدا ولا الادام ولا الجغيير. دونك مريح حط على ذمتكم انواع متميزه من الجبونات تنجموا انتم في داركم تو نعرف ماذا بكم اقل حركه تكمندوا الكماندا نتاعكم جوست تدخلوا على الباج نتاع الفيسبوك ولا الانستغرام فروماجري مريح وتاخذوا حاجتكم تطلبوهم على النومر نتاعهم. مثلا عندنا 58 451 071 58 451 071 والا 58 451 019. هذه من جمله الارقام اللي تنجموا تلقاهم على الباج فيسبوك والا انستغرام فروماجري مرياح وتطلبوا الجبن نتاعكم يجيكم للدار بالموصل. انا باش نخلط توا اللي فروماج هذوما مع القرعه ومع البتنجيله مع العظم بالكدا بالكدا هكا شوفوا كيفاش يتداخلوا مع بعضهم ومن بعد نزيد عليهم الصوص نتاعي اللي حضرتها قلت لكم بالدجاج شفنا الفحات نتاعها شويه بصل شويه تابل شويه ملح فلفل اكحل ما ننسوش الكركم يعطي لون مزيان للطاجين نتاعنا. هذوما الكل باش يكونوا في الطاجين نخلطوهم بالكدا بالكدا مع المكونات الاخرى مع العظم ونحطوهم في كروانه. نحضروا الفرن نتاعنا ديما نسخنوه قبل على درجه حراره 180 170 هكاك ونخليه الطاجين نتاعنا يتجمر في عقله مده 20 دقيقه يكون حضر. هذايا طاجين البتنجيله والقرعه اللي حبيتكم معنا تاخذوها الوصفه هذه وحبيت نتقاسمها معاكم. احنا باش نرجعوا لتفاصيل بقيه الاطباق وحيده وحيده قبل خلي نمشيوا لبرشا ايتيكيت مع ضيفتنا في استوديو الماتينال وقتنا فاطمه السويد. مشكورين للشيف. الوغ مرجو نحكيو مع سيدة الاتيكيت مدام فاخته حشيشه اليوم تحكينا كيفاش نجمو نحترموا المكان اللي نخدموا فيه. كيف نقولوا نحترموا المكان اللي نخدموا فيه شو نقصدوا هنا مدام بالضبط؟ نقصدوا خصوصك الشركات معناتها الحكوميه والعموميه واللي فيهم الخدمات معناها دونك عندك تقابل مع الناس اذا بك تكون معناها في لبسه محترمه. انا توا نمشي للبنوك وليت معناها الوغ كو البنوك كان هو المثل نتاع الليغونس ما عادش تراها ما عادش تراها الليغونس فما الوان ما نلبسوهمش وقت نبداو في شاري في معناتها هذوما عندك ان كونتاكت ديريكت مع لي كليون ماذا بيك تكون معناها دون دي كولور صبر من بعد تلبس اللي تحب. انا مانيش جد الالوان انا نحب الالوان انا بنت الالوان اما كي نمشي كي نعرف روحي ماشيه للوزاره ولا ماشيه فما حاجه اسمها دريس كود وفما وعندنا اون مورفولوجي زاده فما اون مورفولوجي في بدنا اللي فما حوايج ما نجموش نلبسوهم ساعات تشوف حوايج يجعوا في قلبك سامحني وهذا تنجم تدخل حتى على جوجل تلقاها عندك اون مورفولوجي تغزر روحك في المرايه تعرف يا دي فورم دو او يا دي فورم دو ا يا دي فورم في فما الفورم هاش وفما الويت دونك كيف انت تغزر تعرف اللي كتافك كيما معناتها الباسان تاعك هذيك وقد قد سي لا فورم هاش فهمت اللي تايفين سي لا فورم 8 وانت ماشيه بهذاك تنجم تعاون روحك شنو اللي يمشي معاك شنو اللي ما يمشيش معاك يظهر لي. هنا فهمنا معناتها انت هنا تحكي على الادارات تحكي على الناس اللي يخدموا في البنوك وغيره لكن حتى المواطن زاده يظهر لي كيف يمشي المؤسسات يعرف اما مؤسسات كما نقولوا احنا نمشي وزاره الداخليه ولا اي وزاره من الوزارات ما يمشيش بشورت حتى كي تدخل الاذاعه والتلفزه معناتها نتذكر كما ممنوع تدخل بشورت ولا بشليكه ولا فهمت تويكا حاسين المواطن ما عادش يهمه معناتها حتى كيف يخرجوه يقولوا الممنوع تدخل هكاك يحس يخش على لا وندخل وحقي وحريتي و... ساعه سامحني كلمه شليكة ممنوعة وي ممنوعة كي المرأة أنا نقول المرأة اللي تلبس شليكة أو شليكة حلوة ياسر ولات حاجة أما ماشية في واحد معناها ماشية شلك احنا في التلفزة قبل في قناة كنا نخدموا فيها مع بعضنا كانت ممنوعة شليكة كانت تتذكر التلفزة ما عندكش الحق تدخل شليكة يعطيك الصحة صندوق إيه مش شليكة لا يعطيك الصحة ورجال راهو ما أنت هما في الـ في الـ في شو اسمه ما نعرفش نقولهم بالعربي في لي بواد دو نوي في عهدي انا قلت احنا الملاهي الليليه الملاهي الليليه ممنوعه الرجال تلبس في تدخل في شورت مثلا هاو حاجه مش والله ممنوع الراجل يدخل في شورت كي المراه كي الراجل راهو في العهد بتاعي انا الشورت في ملاهي الليليه ممنوع تدخل معناها في البروفوك معناها دي تونو ترو بروفوكونت توا تشوف شيء ما فماش معناتها الاحترام وفما الوان ما نلبسوهمش واحنا نخدموا معناها يقول قايلة علاش مثلا علاش ما نلبسش الاحمر علاش ما نلبسش الاصفر انت كي يبدا انت في شركه خدمات انت لازمك تعطي ليكزامبل في شركه خدمات انت تعطي ليكزامبل
سامحني انا كان نجي نرى مرا لابسه بروتيل ورا كونتوار باش مع بوغوندر دي سيرفيس معناها ما نعرفش نحس فما قلة احترام. انا ما نسمحش لروحي نجيكم لهنا للتلفزه حتى في الصيف صايب 27 غراد ونجيكم في بروتيل. نحس لي انا قلة احترام في الحشيك في الحشيك مساوي يظهر لي معناها البقعه اللي تدخلوا لازمك تعطيها احترام. في اللبسه لهنا نحكيو في كل شيء فما ناس نعرف كي نحكيو على ما نحبش نذكر انا الشركات وحاجات هكايا وطنيه ونحسوا لي فما برشا تخلي ساعات حتى تلقاه ياكل وما يعطيكش الورقه اللي حاجتك بها. هذا زاد يدخل من باب قله احترام للخدمه نتاعك. نعرف واحد ديما يقول لك فما حاجه تضحك نهار الاول في الترسيم يمشي بلبسه كذا نهار التالي صاير اسمه وفاء قفه والقهوه نتاعه ها؟ لا ما توا هما كي عاملين لهم بقعه نتاع الاكل نتاعهم انا نخير والله كان جيت نخدم في شركه نزل الاكل من داري على خاطر توا الاكل البرا ساعه اقل مصروف ماهوش حاجه سهله اون بليس صحين يظهر لي ماكل داري ساعات يبدا يحكي في البورتابل مثلا حتى راهو مانيش نحكي على الموظف حتى الشخص اللي ماشي طالب الخدمه يعني تلقاه تقعد انت يا الكونتواريس يبدا يستنى فيه اللي يكمل تليفونه يا انت تبدا تستنى في اللي يخدم في الموظف يكمل تليفونه فما ما نعرفوش نتعاملوا كوميونيكاسيون يعني اداريا ياسر بعاد شويه على الكوميونيكاسيون اللي هي لازمها تكون موجوده ما بينات اللي طالب الخدمه واللي باش يعطيك الخدمه. هي في هذا الكل في الاخر الباز شنو؟ احترام. تبادل الاحترام في اي حاجه. في اي حاجه. كي نجي بحذاك نضيف بحذاك ولا نمشي للإدارة إذا أنا نقلل في الاحترام لشخصيتك وأنا جيتك في الهدام ولا في اللغة ولا في التصرف في كل ولا شيء في كل هو شيء. الكل الباز نتاعنا هو الاحترام والأخلاق معقول أخلاق جدا. والتربية وحك كما انتم محليكم اخلاق عاليه يعيشك يا لله. مشكوره مدام فاخته احشيشه سيده الاتيكيت ما نجمش نقول خبيره في الاتيكيت كهاو. مشكوره مدام يعطيك الف صحه. نرجع بحذا لشيف المقرونه برشا مرات نقول لكم المهم فيها راهو الكويسون باش نجحوها وتجي طعمه بنينه برشا وحويجه بروفيسيونيل كما يقولوا لازم متريزو الكويسون تاعها بالكدا بالكدا تبعوا ديجا الوقت نتاع الطهو تلقاوها على الباكو من عند ورده حاضر باش تبعوا كل نوعيه نتاع بات عندها وقت معين بعد ما تطيب البات وهي سخونه ديريكت ما نسقطرهاش ونشللها هذيك راهي حاجه غلطه وهي سخونه مباشره من الماء نتاعها نعديها للصوص. هذه انا التاج اللي بقات لي باش نعملها توا نحب نمشي مباشره للشيف فتحيه الشواشي. انا للفاصوناج بتاع الخبز نجي عندي الزيت صابه شويه زيت في السحفه خبزتي خمرت مليح هبط لها الخميره نتاعها نجي نحطها في الطبق اللي باش تطيب فيه بالطبيعه وتشوفوا فيها كيفاش مرخوفه معناها رخفينها سوبل بالكدا. نجي هوني نطرحها شويه ومن بعد باش نطرحها اكثر نجي نطرحها شويه ونفرك في وسطها التن اللي هو يوم اخترت تن الموجه زيت نباتي نحط شويه تن هكايا وهذا منه فيه زيت ويقلي منه فيه زيت ويقلي ما تحبش حاجه اخرى ابدا تاكله وحده. هذا ديما راهو سي دي خبز غوتي فهمت كي نقول خبز معناها هكايا من نوع هذا فيه جبونات وفيه تن هو خبز غوتي ونجي ونسكر بالسياسه عليه خاطر هذا باش يولي من اللوطه. تشوف كيفاش نسكر في الخبزه نتاعي بالكدا بالكدا نهزها بالسياسه ونقلبها ونطرحها مليح مليح في الطبق اللي باش تطيب فيه في الكوشه ونوريك كيفاش نفصلوها وهي نيه معناها نجي نحطها هكايا واذا كان عبد يحب يحط لها فيح خبز في وجهها ولا جلجلان ولا سينوج انا بصراحه نخير مطعم الجبن ومطعم التن ونتزازا من هذاك ما نحبش نخلط معناها مطعم لفاحات لوكو هو الجبن يفوح روحه والتن يفوح روحه ما نستحقش نحط لها حاجه اخرى. نطرحها مليح مليح وناخذ اما سكينه والا سباتول والا اللي ما عندوش هذوما الكل ينجم بيديه نجي نعمل نرشمها هكا وسحبة زيت بحذية نغطس مليح 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 ماذا بينا هكايا تتبرج معنا تتبرج صحيت ننزلوا عليها بالسياسة. قلت لك اللي ما عندوش ينجم بسوابعه يعاود مرتين ثلاثة يرجع على نفس الخط يترشم هذاك باش كي تيب
نلقاوه الخط هذاك باش كي نجيو نقصوا ما نستحقوش حتى سكينه. والصغار تعرف ساعات يحبوا ينتشوا من الخبزه كيما تعرفوهم ماذا بيهم يبداو يجراو في جرة خبزه صحيحه وينتشوها. هذا خبز اليوم يخمر نرميه في الكوشة. يعطيك الصحه، الكوشة فيها الكعك احنا قاعد يطيب. الخبز احضر نتاعنا صاي جوست على الكويسون تاعو. انا كيف كيف المقرونه بريسك طابت، دونك هنا عندي الصوص نشعل، نعاود نشعل عليها النار، نطفي على البات نتاعي ومن الماء نتاعها وهي سخونه نعديها مباشره للصوص. علاش هنا نحبها تسيبك النشويات نتاعها باش حتى تخثر لي صوص وتشرب بالكدا بكدا الصوص طومات اللي عملناها اليوم في وسطها الكراب بلو هذايا اللي عقرب البحر اللي برشا يشوفوه في المارشيات وما يعرفوش يستعملوه. انا وريتكم اليوم الطريقه كيفاش نكمل البات هذيا هكا. فوق منها عندي شويه معدنوس بحذايا مقصوص حاضر باش نحط، اللي يحب يقص لها شويه فلفل بيمونت كيان ولا فلفل اخضر يعطيها تحرحيره، هنا الاختيار نخليه لكم ليكم. ما بقى الا باش نقدموا الاطباق هذيا على طاوله ماتينال بعد شويه. مشكورين للشيف. نحكيو تويكا ديكور، قلنا باش نحكيو على التوندونس الجديده في لي سال دو بان وشنو اهميه السال دو بان في ديارنا. هذاك علاش بحثنا سي اسكندر اسكندر اللي هو مهندس فضاء داخلي. صباح الخير سيدي. صباح النور. شنو احوالك؟ الحمد لله، ميرسي على الاستضافه، يعطيكم الصحه. يعيشك. دونك اول سؤال يقول القائل كيفاش نقول لي انا توا عندي سال دو بان هكا يلزمها تكون، معناها شنو الحاجات اللي يلزمها تركب سال دو بان؟ فوالا دونك احنا اون جينيرال في الدار كيما نقولوا احنا صالون سيجور الكويزين اللي عندهم هما بيان سور اهميه معناتها في الدار. كيف عندنا زاده سال دو بان اللي هي لا تقل اهميه على ذلك، وباش تبدا عندنا سال دو بان ما تقلقش منها وتحس روحك مرتاح ويلزموا يكونوا فيها الفلويديتي اللي هي معناتها ما يلزمش يكون ثم ديزوبستاكل، معناتها تكون فلويد كي تتحرك فوالا. الفونكسيوناليتي اللي هي معتمده اكثر حاجه او نيفو ليزيكيبمون نيسيسير اللي يلزمهم يكونوا في الاسباس. خاطر يقولوا اسباس كبير نتاع سال دو بان باش يكون فيه ديزيكيبمون معينين، وكي تكون معناتها اسباس اصغر كيف باش تبدل ليزيكيبمون اللي فيها. كيما زاده والاهم نحكيو على توسكي ليستيتيك اللي هو معناتها باش تكون فيها لي توش تاع الديكوراسيون هذيك سولون لو كونسيبت اللي باش يخدموا كسوا لاشتيك دانتيريور او بيان الكليون شنو هو بالضبط يحب. دونك بالنسبه للي كومبوزون اون جينيرال نتاع لي سال دو بان براتيكمون يكونوا كيما الكوفيت البي دي ليفي البينوار الدوش معناتها ديجا براتيكمون معروفين. لي اكسسوار اللي هما قاعدين ديما يخرجوا اون توندونس سورتو او نيفو لي كولور لي في لي في نتاع البرونز معناتها ثم برشا دي اكسسوار اللي هما ينجموا يضيفوا لنا حاجه كبيره برشا في لي سال دو بان. كيف زاده احنا باش نجمو نوظفوا نعطيو توظيف ونعطيو فالوريزاسيون للي سال دو بان. بيان سور اهم حاجه لا كولور معناتها نتاع الريفيتمون الفو بيان شوازير لا كولور اوسي لو تيب دو ريفيتمون نجم يكون غري نجم يكون بوا يكون ايتونش سولون معناتها لو كونسيبت. كيف لي زيفي نتاع الشوا نتاع الميكانيزم كو سوسوا باش يكون ابارون او بيان انكستري، خاطر ثم فرق بيناتهم في التركيب وفي الميثود نتاع التركيب نتاعهم. ولي زاكسيسوار كيف سولون لو تيم تبع الستيل جولد ستيل كرومي ستيل روزي ستيل لونتيك. زاد برشا توا دي سال دو بان مخدومين في ديار توا دي جرون فيلا مزينين على الاخر وكل يرجعوا للستيل لونتيك معناتها تلقى روبيني فيها كم نقيشه فيها اللي فيه نتاع النحاس حاجه ياسر حلوه. فوالا حتى سيراميك اي حتى الفاس كيف ينجم يكون ديريكتومون بالماربر فهمتني يخرج مزيان برشا. وفما حتى المرايه ساعات تلقى فيها ضوء ساعات تدخلوا برشا لوميير برشا لوميير فيغيور معناتها فوالا وما بارميتو نزيدوا احنا نحكيو معناتها بالنسبه للوميير زاد تعطينا امبيونس ياسر حلوه فهمت كو سوسوا ناتوريل او بيان لارتيفيسيال. خاطر زاد الناتوريل سولون ليسباس كيف ما الساعه قلنا تنجم يكون ليسباس نتاعك كسال دو بان نجم تكون تنجم تحل فيها ان كرون بي فيتري نجم تكون فيها بوي دو لوميير من الفوق تبدا شطر بشطر معناتها تعطيك افي اللي هو تحس روحك ثم سونساسيون بسيكولوجيك ياسر حلوه. ليليمون فيجيتال زاده دخلنا ياسر ليليمون فيجيتال فهمت معناتها افي نتاع سونساسيون نتاع تروبيكال ريلاسيون افيك لانتيريور والاكستيريور تحس روحك عباره لبرا في الجرده معناتها بون بي فيتري تبدا حاطط بينوار مزيان فهمتني كما نشوفوا بيان سور في التصور معناتها يعطيك اون سونساسيون اللي هي ياسر حلوه. خاطر احنا نحكيو على بيت راحه في الاخر معناتها انت باش تمشي غادي باش تعمل دوش باش ترتاح
تحس روحك معناتها افيك لي ماتيريو تو سينكرونيز افيك لي ماتيريو افيك لي كولور البصله والخيشه حشيتهم والسبركه غادي والدنيا كل غادي حسيتو هاي فوالا دونك لاجونسمون زاد اهم حاجه لاجونسمون ولي استوس نتاع لاميناجمون انتيريور او سان دو سال دو بان معناتها نجم نلقاو لي نيش انكستري دون لي مور منهم نربحوا منهم دي رونجمون نجم يكون لي زيتاجير هذوكم فيهم لوميير تعطيك معناتها سونساسيون حلوه برشا والفوليوميتريك زاد معناتها تقدم فوليوم فوليوم سوبربوزيسيون باش تظهر مثال بكولور فاتح تظهر بكولور غامق كيف كيف هيكم الكلهم معناتها يعطيوك فالوريزاسيون كبيره برشا للسباس نتاعك فهمت دونك الطون اكزوتيك ساعة حكينا عليه زاد كيف كيف فوالا كوم زاد نخدموا لي غالي او سول نعملوا كان لي فيم تاع لي غالي او سول ليليمون فيجيتال زاد الميرال تلقى اساس الكل بالفيجيتاسيون ارتيفيسيال بيان سور نجموا نخدموا الارتيفيسيال يعطيك زاد سونساسيون حلوه برشا بالنسبه للي ستيل نتاع لي سال دو بان هذا سؤال صافي في بالي انا حبيت لهنا نسالك على لي بان على الاحواض نتاع الاستحمام أيه. فما اللي يحب دوش هذيك الايطاليانه ولا دوش اي دوش الايطاليان أيه. الايطاليان فوالا فما اللي يحب بان وفما رجعوا البانويت القدم هذوك ماك اللي في هذاك نتاع يتحط حطان الامبراطوريين هذوك الاباطره أيه. لي بنوار هذوك فوالا أيه. دونك شنو اللي توا توندونس انه يقعد اختيار للشخص وي هو سؤال حلو برشا هو ديما نرجعوا كما قلنا اول حاجه البزوان نتاع الكليون فهمت بيان سور اونتر غيمي زاد البيدجي خاطر يفرق راهو كل ايكيبمون باش تزيدو سكوت عنده البري انستالاسيون نتاعو عنده الانستالاسيون نتاعو كيفاش باش نوظفو كيفاش باش نخليه فوالا دونك كما قلنا الاسباس هو زاد اللي يحكم فينا دونك يبدا انا عندي اسباس كبير نتاع سال دو بان وعندي كما نقولوا الامكانيات متوفره علاش نحرم روحي نجم انا او ميم طون نخدم دوش ستيل ايطاليان ونجم او ميم طون نعمل بينوار يبدا محطوط حطان مزيان على الاخر تكون معاه تيج اكسيال وبيان يبدا معاه معناتها الميتيجور يكون معناتها اونكستري وخارج ديريكتومون يعطينا جدو مزيانه وكل ويعطيك سونساسيون بالروفيتمون ميرال معناتها بالمكونات كامله نتاع سال دو بان تعطيك سونساسيون ياسر حلوه دونك يقعد في الاخر ينجم يكون اختيار اختيار نتاع نتاع الكليون فوالا نحكيو على ستيل نتاع لي سال دو بان شنو اهم لي ستيل والله شوف هو السؤال نتاعك بريسك قريب قريب لبعضهم خاطر ستيل زاد كيف كيف انت كي باش تخدم سال دو بان ماكش تخدمها وحدها خارجه على الموضوع بارابور على الدار دونك يلزم الكونسيبت يكون سينكرونيزي دون توت لي زيسباس كو سو سوا السالون كو سوا السال دو بان كو سوا لا كويزين باش يظهر قيمة الساعة الأرشيتيك دانتيريور اللي خدم له وزاد ديجا كل شيء من الأول باش يشوفوا كما حكينا المرة في فترة سابقة ونيفو 3 دي نجم يشوف السال دو بان نتاعو قبل ولو فات وافق عليها يقدم فيه الموضوع تبقينا ستيل نجموا نلقاو لو ستيل مينيمال اللي هو لو مينيموم بوسيبل معناتها كان قيشات وكل لي جرافور وكثره لي كولور وكل شيء ما فماش تلقاها ستيل سامبل تخدم على البيورتي نقولوا احنا حاجه بيور فهمت وتزيد توظف معاها مثال لي زاكسيسوار هكا يبداو شويه ضوء فوالا حاجه لومينو تعطيك توندونس معناتها مينيمال ما تكثرش معناتها من كيما زاد نلقاو ستيل مودرن دخل معاه الفيجيتاسيون دخل معاه باتش وورك دخل معاه معناتها بون مش بابي بان جري اما افي بابي بان معناتها مثال موزايك ولا باتش وورك فهمني ويخرج زاد حلو برشا ونجموا نعملوا زاد حتى في لي دبليو في سي معناتها جوست تلقى معناتها فيها تواليت وايفي معناتها ما غير دوش وسال دو بان دبليو في سي نجموا نعملوا كيما نشوفوا في التصاور نجموا نقسموا البارتي نتاعنا en deux couleurs مثال ولا en deux matières contraste نخلقوا contraste horizontal voilà horizontal نخدموا البارتي المترو الاول ولا المترو 20 الاولين بارابور او سول نخدموا بالفايونس ولا بالجري والبقيه نعملوها بانتور ديريكتومون بانتور ايتونش بوسك الماء في الاخر ماهوش باش يوصل للبارتي هذيك وتخرج معناتها تشوف يعملوا حتى لي تابلو معناتها انت تدخل كل واحد والبيدجي نتاعو والرؤيه نتاعو من كل سال دو بان نتاعو مشكور سي اسكندر اسكندر مهندس فضاء داخلي عطانا اهم لي توندونس اهم الحاجات اللي ممكن نلقاوها في لي سال دو بان نتاعنا وخاصه اللي في بسيكولوجي قال لك ديما نلقاو خضار وغيره نرتاحوا نفسيا ابخي تو هي بيت راحه نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا
وردة سرها المحبة.